التواصل يستمر واشواطنا تتوالى مشاهدينا متابعينا الكرام في ارضية ميدان المرموم في هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة والاثار الحاضرة في تنافس هجن اصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقات. ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايت عاشر اشواطي صباحي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالابكار اللقايه المهجنات الاصايل التي تتنافس على شرف الفوز والناموس. نسير مباشره الى المركز الاول، وهذه حربه حربه على راس الحربه من هجن الرياسه سلطان بن محمد الوهيبي العملاق، ولكن من الجانب الاخر وهذه سلام لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها اللي بنشوفها من الجانب الاخر. خلونا نقدم هناك العشاير، روح مع المراكز الاولى اللي تقدمت على المركز الاول، وهذه شهب لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها. سعيد بن عبيد بن مروشد تتقدم على المركز الاول، بينما المركز الثاني سلام ايضا لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها. الشاعر حمد بن علي العويسي تتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه الثالثه تقدمت في هذه اللحظات حربه في المركز الثالث من هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى تضميري حربة، بينما المركز الرابع وصلت في رابع المراكز مشاهدي الأعزاء أسرار من هجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الخامس المراكز وهذه تواجدت نشبة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سيف بن أحمد بن خريدة في المركز الخامس. المركز السادس وهذه الشاهينية من هجن ند الشبة يضمرها سالم بسعيد تتقدم على سادس المراكز، بينما المركز السابع في هذه اللحظات هذه الشرود لاسمه الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها علي بن يمع الغويص. المركز الثامن وصلت له في المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات ايضا تتقدم هنا وتتواجد ايضا الشرود لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها علي مشاهدي الاعزاء علي بن لاحج الحلامي. والمركز التاسع هجن العاصفه تتقدم مع الشاهينيه وغياث الهلالي في عمليه التضمير والتدريب، بينما المركز العاشر وهجن الرياسه تاتي على عاشر المراكز، وهذه متعبة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد يتولى تضميرها وتدريبها. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا اللقاء شيق هنا في ميدان المرموم، رابع أيام مهرجان ولي عهد دبي سيدي فزاع في هذه الانطلاقات والتحديات في هذا التجمع الكبير في هذا الحشد الخليجي في هذا العرس الجميل في هذا المهرجان الرائع هنا في المرموم بمنطقة لسيلي في دانة الدنيا دبي في هذه الانطلاقات والتحديات. عود إلى المركز الأول، عود إلى لوحة الاثنين كيلو متر، وسلام على المركز الأول. سلام لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يقودها حمد بن علي العويسي في عملية التضمير والتدريب، وهي تتصدر المجموعة وتسيطر على مقدمة الشوط. تلاحقها الشرود في المركز الثاني لاسمه الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن يمع الغويص يتقدم في عملية تضميرها وتدريبها على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وهذه شهب في المركز الثالث لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سعيد بن عبيد بن مروشد يتقدم في هذه اللحظات، بينما هجن ند الشبة من الجانب الآخر الشاهينية يضمرها سالم بسعيد، بينما وصلت هجن الرياسة وتقدمت في هذه اللحظات بمتعبة مع أحمد بن مطار بن مايد الخيلي. تقاربت الأسماء، تلاحقت اللقاية، انطلقت في هذا
الاندفاع بدن حنا الميدان وكوع الميدان على اليسار لننطلق بعد ذلك إلى مباشرة إلى المقصورة الرئيسية وخط النهاية في هذا لوحة الألف ومئتين لوحة الإعلان. يا سلام غادرناها غادرناها والسلام بالمركز الأول. سلام على مقدمة الشوط تحمل شعار غالي تحمل شعار يعرف الأصايل ويعرف الإنجازات شعار بو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الشاعر الشاعر راح في الكيلو المتر الأخير حمد بن علي العويسي اللي يتابع تضميرها يتابع تضميرها أبو زايد كذلك واليها في بطانها عرضها تلقائي يبغى يسجل نقطة يبغى يسجل نقطة ولكن المركز الثاني ثاني المراكز متعبة 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 من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الفيلسوف اللي تنطلق على ثاني المراكز ومركز كذلك في مسار الشوط. المركز الثالث هملولة من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي ولكنها سلام لا زالت جولة الأوامر الأخيرة التحديات الأخيرة. سلام بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تتصدر المجموعة ولكن خلاص خلاص شوف التغيير شوف التبديل على المركز الأول غيرت بدلت راحت متعبة متعبة من هجن الرياسة على المركز الأول لا زالت سلام تحاول ومتعبة من هجن الرياسة. أحمد بن مطار بن مايد الخيلي عادت سلام للتنافس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حمد بن علي العويسي ولكن خلاص خلاص الفيلسوف الفيلسوف أحمد بن مطار بن مايد مع شعار هجن الرياسة ومتعبة تعلن الفوز والناموس تهانينا على هذا الفوز بالمركز الأول. سلام قدم التنافس جميل في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة. المركز الرابع هجن الرياسة والمركز الخامس هجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة في هذا المسار وهذا التنافس الشيق اللي كان ما بين متعب وما بين سلام حتى الأمتار الأخيرة وتمكنت متعبة من الفوز لتهدي الناموس لهجن الرياسة في هذا الانطلاق. يا سلام بنشوف توقيتها توقيتها في هذه الانطلاقات. شكرا للفيلسوف على النقطة الثانية مع شعار هجن الرياسة في هذا الصباح وهذا الأداء. 7 دقائق توقيتها و29 ثانية جزء واحد من الثانية. تهنينا لهجن الرياسة تهنينا أحمد بن مطار بن مايد الخيالي. بينما سلام قدم التنافس جميل حظت بالمركز الثاني. بنشوف توقيتها يا مخرجنا الثانية الثانية على شاشة التلفزيون. هذه سلام توقيتها الزمني 7 دقائق 28 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهنينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وتهنينا لحمد بن علي العويسي. بينما المركز هناك المركز الثالث التوقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية و3 أجزاء من الثانية الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هكذا كانت نتيجة الشوط العاشر. تهانينا والناموس للجميع. متواصلين مستمرين مشاهدين الأعزاء بهذه الانطلاقات.